لو انت من محبين تامر حسني قوي يعني، يعني من الناس اللي بتتحمق له جامد، بلاش تفرج على الريفيو ده. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد نصار وده ريفيو جديد، ومعانا النهارده بحبك او بحبك لتامر حسني. هنقول في الريفيو ده من الاخر الفيلم ده يستاهل يتدخل سينما ولا فاكس وخلي فلوسك في جيبك. الفيلم بيتكلم عن علي، رجل اعمال صغنطر كده عنده معرض عربيات، بيقابل واحده اسمها حبيبه في اجازه من اجازاته. بتحصل ما بينهم قصه حب ما هياش بقى هنديه، هي تفوق مستوى الهنديه بكتير، يعني هي قصه حب غير منطقيه باي شكل من الاشكال. المهم ان القصه دي بتكمل وبيوصلوا لمرحله الجواز، لكن مره واحده بتظهر حبيبه علي القديمه ياسمين اللي بتكشف لعلي عن السبب الحقيقي اللي سابته عشانه. السبب ده بيحط علي في حيره وبيدمر الى حد ما علاقته بحبيبه. فيا ترى يختار حبيبه ولا يختار ياسمين ولا هيعمل ايه في الليل اللي مش هيتعدي على خير دي؟ فيلم بحبك من تاليف، اخراج، بطوله وموسيقى تصويريه تامر حسني، وانتاج اخو تامر حسني. فمن الاخر كده، جو تشارلي تشابلن ده ما بقاش بيشتغل اليومين دول، فانا اتوقع منه فيلم ضعيف، لكن الحقيقه الفيلم ما كانش ضعيف على الاطلاق. الفيلم ما كانش فيلم اصلا. بقى لنا يومين الناس كلها بتقول ان فيلم تامر حسني عباره عن ميوزك فيديو طويل او عباره عن كليب طويل. خلينا نتكلم بالمنطق كده، ليه الفيلم يعتبر فعلا كليب طويل؟ ده هيرجعنا لاخراج تامر حسني نفسه. الادوات الاخراجيه اللي تامر حسني اختارها في الاخراج ما هياش ادوات اخراجيه بتاعت افلام، يعني سواء من شكل الاضاءه بتاعت المشاهد اللي دايما ممتاز بزياده، مش بتكلم كجوده، بتكلم ان الاضاءه دايما واخده شكل مش سينما، شكل كده يوتيوب قوي او شكل ميوزك فيديو ممتاز. الكادرات كلها فلولس، ما فيهاش اي حاجه غلط ممكن تكون بتعدي ورا، او اي حاجه بتلمح ان احنا في عالم حقيقي. ده غير العناصر الثانيه الغريبه اللي كانت بتتحط في الكادر ما بين الدخان واستخدام الهواء والبرق والرعد والمطر، دي كلها حاجات التوظيف بتاعها بالشكل ده بيحصل في الميوزك فيديوز مش في الافلام اطلاقا. طبعا الحاجات دي كانت بتتوظف في التسلسلات، التسلسلات دي بقى كانت ميوزك فيديوز بحته، يعني انت بتتفرج كده دي حته من اغنيه لتامر حسني، ده مستحيل يكون فيلم او مستحيل اكون شفت كادر زي ده في اي فيلم في حياتي. وهنا احنا مش في منطقه تجديد، احنا في منطقه ان احنا بنعمل فيلم بشكل ميوزك فيديو، غير طبعا ان هو مليان اغاني، فانت كل خمس دقائق بتلاقي اغنيه، بتلاقي معاها شكل ميوزك فيديو قوي، كادرات غير منطقيه، تسلسلات اصلا ما ينفعش لا تحصل لها في حقيقه ولا في افلام، وحتى لو في ميوزك فيديوز فهي اوفر، فانت بتتفرج على ميوزك فيديو طويل. لكن ثانيه واحده، هتيجي انت بقى توقفني هنا وتقول لي لا بس القصه، الميوزك فيديوز ما فيهاش قصه بتكون بهذا الطول وهذا الشكل. اقول لك لا بس استعد باللابس، القصه اصلا ميوزك فيديو بحت كفكره. القصه ممكن تكون كانت تنفع فيلم، لكن التنفيذ بتاعها برضو تم بشكل ميوزك فيديو غير منطقي. يعني الكونفليكتس اللي الشخصيه بتعدي بيها بتتحل كده، ولا تاخد بالك ان حصل كونفليكت، هو الشخصيه بتتحط في الكونفليكت، بعدين الكونفليكت بيتحل بقمه السهوله زي ما تكون فعلا كلمات اغنيه بتحل المشكله وخلاص. فمن الاخر القصه والاخراج هم عباره عن ميوزك فيديو تم تطويله عشان يوصل ساعتين. وده يخلينا نقول لتامر حسني مع كامل الاحترام لنجوميته الكبيره، انه لو عايز يخرج فاعتقد ان هو ممكن يخرج ميوزك فيديوز وهيطلعها حلوه جدا، لكن اللي شفناه في فيلم بحبك او بحبك ده مش فيلم من الاخر. ولو هنتكلم عن التمثيل، انا ما بحبش تمثيل تامر حسني، بس ده ما يمنعش ان تامر حسني بيعرف يمثل او عنده قدرات تمثيليه وان كانت قليله من وجهه نظري، والقدرات دي كانت موجوده في الفيلم، وهو خدم نفسه جدا بكميه المشاهد الكتيره جدا اللي بيعملها لنفسه وهو متضايق، اللي برده شبه الميوزك فيديو. لكن لو هنتكلم بقى بطلتين الفيلم هما هنا الزاهد وهدى المفتي، فهنلاقي ان الاثنين واضح ان هما كانوا جايين يمثلوا، بس السكريبت مش مساعدهم، لان زي ما قلت هو اغنيه، المفروض يكون في كلمات في الباك جراوند بتشرح، مش تمثيلهم اطلاقا، لان الكتابه مش كتابه فيلم برضه، او زي ما نقول كده بتشرح كتير اكتر ما بيتكلموا واكتر ما عندهم فرصه يمثلوا. كل ممثل بيشرح مشاعره بالكامل، لان مفيش كلمات اغنيه في الباك جراوند توضح المشاعر دي. ده طبعا في شويه المشاهد الصغيرين اللي ما كانش فيهم اغاني، يعني هو الفيلم اصلا عباره عن كوليكشن اغاني في كام مشهد في النص. فنقدر نقول ان فيلم بحبك لتامر حسني هو فيلم سيء، من الافلام القليله جدا في حياتي اللي كنت فعلا مستني ان هو يخلص من تقريبا حتى قبل البريك، عشان نخلص من كميه الكرنج اللي كنت بتفرج عليه. الكوميديا ما كانتش دايما كويسه او دايما فعاله، يعني على الاقل فيلم عمهم كان فيه شويه ضحك. الكتابه كانت ضعيفه جدا، بتشرح كتير قوي وما فيهاش اي نوع من انواع التمثيل، وحتى لما وصلنا للكونفليكت اللي في النهايه الكونفليكت اتحل كده، في مشكله بنيناها طول الفيلم عشان نحلها كده قمه السهوله كده. التصوير واخد شكل ميوزك فيديو بحت، والاخراج واخد شكل ميوزك فيديو بحت. فمن الاخر فيلم بحبك لتامر حسني هو عباره عن ميوزك فيديو طويل لا يرتقي انه يكون فيلم. لو هنقيمه كفيلم الريتنج بتاعي ليه هيكون 3/10، ما انصحكش اطلاقا ان انت تخشوا غير لو انتوا كابل، وبرده بصراحه ما اعرفش اذا كنتوا هتتبسطوا في الليله اللي مش معديه على خير دي ولا لا. وبس كده، ما تنسوش لو شفتوا الفيلم تقولوا ايه رايكم فيه في الكومنتس، ولو ما شفتوش زي ما قلت لك فاكس، يعني ما فاتكش كتير، بس هيفوتك كتير قوي لو ما عملتليش لايك سبسكرايب عشان تشوف الفيديوز اللي جايه، يعني الكلام ده كله هينفعك اكتر بكتير. وبس كده، سلام.